بسرعة رش، عايز اسألك، بيبقوا الأعداد كبيرة كده بيجوا منين؟ أعداد إيه؟ الرقصات؟ يعني بشوف على المسرح في الفرح كده أحيانا 12 و20 و25 في أحيانا 2 3 لكن كمان الكلام اللي بيتقال مين اللي بيألفه؟ والله هقول لحضرتك، هو مش إبداع يعني عشان أصل أيوة. تعتقد، لا يعني أنا أقصد مين اللي بيقعد كده يعمل دماغ ويعمل اسقاطات جنسيه بهذا الشكل؟ يعني انت عارفه يعني احيانا يقول لك ايه ده انا بقصد التليفون، وهي ما بتقصدش التليفون، هي بتقصد حاجه تانية يعني. والله هو مش كل الرقصات، وبعدين انا بنبقى لا انا مش بسالك في كل، مين اللي مين بيصنع الكلام ده؟ انا ما مين اعرفش، بيقعد يالفه؟ ما اعرفش بصراحه، لان انا ما اتحطتش، ما مسكتش انا مايك، ما عملتش انا كده قبل كده. انت بس من اللي بيعدوا كده؟ شغلي بس، شغلي. وبعدين اغلب يعني بيبقى 20 بنت على المسرح، انا ممكن اعرف واحده بس، ممكن اعرف يعني اتنين. انتوا ما تعرفوش لا بعض؟ ما نعرفش بعض، ممكن نتعرف على بعض واحنا على المسرح بس. ده كتفك يخبط فيها كده وانتوا على المسرح، انت لا منين وازيك بس كده تعارف على المسرح. كانه انا اتنين قابلوا بعض في قطر يعني. بالظبط كده. والله ده حاجه. ايوه دي حقيقه. فعلا؟ ايوه بجد. وتاخدوا تليفون بعض وبتاع، انتوا لا مش عارف لا ايه مش وافراح. بناخدوا تليفونات. انا بتكلم قصدي في ان يعني ان اللي انا كنت معتقد ال 20 اللي بيرقصوا مع بعض دول فرقه يعني. لا 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 بيكلموكوا كده؟ كل متعهد بيبقى مثلا ممكن يكون جايبني انا بس، ممكن يجيب اتنين بس، يعني كل متعهد بيبقى جايب اتنين تلاته اربعه، يعني مش واحد بس اللي بيبقى جايب المجموعه دي كلها. طيب يا مدير انت بتهندس، انت مين اللي بيقعد يعمل الجمل الاباحيه دي بجد بصراحه يعني؟ مين بيصنعها؟ وهيقول لنا المصور برضه. طبعا يعني هي في اغاني معينه كده، مثلا زي مثلا بتطلب اغنيه اسمها مثلا ايه اللي شرطة عينه بتجنن. اوعى تقول حاجه احنا على الهوا. لا لا، اللي شرطة عينه بتجنن. ليه؟ اللي شرطة عينه بتجنن دي اغنيه قديمه، فالاغنيه دي بتتاخد بقى تتقسم، مثلا انا اقول كذا انت تقولي كذا. هو هي مش اغنيه، هو زي منولوج كده. منولوج كده. شعبي قديم من التراث. بيتقسم بقى مثلا ايه، طب هي هتقول كذا انا اقول كذا، بس بيتقطع يعني. فكانك بترص حشيش كده. لا 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 مش دعوه بالحشيش، عدد مونتاج يعني. لا هي بتبقى حسب الموقف. طب لا، طب الاباحيه بقى بتعملها ازاي؟ ما ده يعني انا عايز اقول كيف تصنع هذه السوقيه اللي احنا بنشوفها. انا والله مش نعلمها، لا كيف تصنع عشان اشوف كيف يعني. لو في ناس قاعدين في المجتمع مخصصين لكده عشان يفسدوا اخلاق المجتمع، في ناس كده مخصصه للحاجات اللي زي دي، لانه عارفين ان بدايتها هي دي. طيب خلينا نسال الاستاذ حماده طلحه، وهو من صناع الافراح دي واحد اصحاب الافراح. استاذ حماده اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم استاذ وائل. اهلا بيك. ازاي؟ طيب. بمس على دوبك احترام، وبمس على اخ الفاضل علي بيه العرابي اخويا الكبير. بيحيوك كلهم. الله يخليك يا فندم. قول لي يا عم حماده، ليه الناس بتحب الافراح بالشكل ده؟ ليه منتشره يعني؟ والله ما عليك يا باشا، يعني انا مثلا انا من نوع اللي بعمل جمعيات، تمام؟ جمعيات ديت بلم فيها فلوس، اسمها عزومه يعني. جمعيات ايه؟ اسمها عزومه. عزومه؟ يعني عتايم، اسمها عزومه فلوس يعني. عزومة يعني فلوس؟ يعني مفيش عريس وعروسة، يعني بيصطنع فرح. مفيش عريس وعروسة، هو عايز يعمل سهرة. مناسبة ويدعي فيها ناس وكده. ده يعني مش لازم فرح كمان. لا لا مش لازم عريس وعروسة. كمان. مفيش موجود عريس وعروسة. يعني أنت بتعمل عزومة جمعيات، اسمها جمعية؟ اسمها جمعية. بتبقى بين التجار. أنا أعرف الجمعية الناس مزنوقة في فلوس يا عيني فبت. لا بين التجار، بتبقى بين التجار وبعضها. ليه؟ عشان طب مين اللي بيصرف؟ مين اللي بيصرف ايه على ايه؟ هو صاحب الجمعيه. انت اللي بتعملها؟ صاحب الجمعيه. طيب بتاخد فلوسها ازاي؟ هو يا استاذ وائل بيبقى خارج فلوس، بيبقى خارج فلوس للناس، تمام؟ وبتجيله الفلوس تاني نقوط، بس بتجيله زياده شويه. بتجيلك الفلوس بقى نقوط زايده. يعني مثلا لو دفع 1000 يبقوا 2000 النهارده، ماشي؟ انت كمان شهر هتعمل عزومه، ليك 200 جنيه عندي وراح اديهم لك 400. تمام؟ بديهم لك 400.
اما انا بقى يعني انا اولا كنت سيادتك صالح كان عايزني من شهر ناجل الحلقه ديت بس قال لي ضرب عليها امبارح التأجيل لي يعني قال لي ما تجيش قال لك ايه؟ تمام يعني قال لك ما تجيش طيب اهو ما انت بتتكلم اهو في ال قول لي بس يعني بتعمل جمعيه يعني الليله اللي احنا طب ليه بتجيب بقى ال 20 راقصه او ال 30 دول منين اللي بالمايوهات دول وبالملابس الداخليه دول؟ كبير يعني ممكن سيادتك انا ما قدرت اجيب مثلا 3 4 رقصات وفي ناس ثانيه ما قدرت اجيب 20 رقصه الناس كتير لو ما جاش كبير الرقاصه يا كبير يعني لو ما جاش رقاصه على المسرح ما حدش هيقعد اساسا او هتلم فلوس كفرح او كعزومه هو دي المجتمع بتاعنا دي الحقيقه ايوه بس انت عارف الراقصه هنا لابسه ايه في الافراح الشعبيه يا عم حماده بتقول يا فندم الراقصه في الافراح الشعبيه كمان انت شايف الاباحيه والكلام الاباحي والله يا استاذ وائل في راقصه بتطلع على المسرح عاوز تاخد اجرتها وتروح لبيتها وفي راقصه بقى الله يسهل لي هكدب عليك يعني معاك دي ومعاك دي بتقول ايه؟ في راقصه عاوز تبدا تنزل من على المسرح تروح لبيتها لعيالها وفي راقصه عاوز تنزل على المسرح تروح بقى شمال بقى في يمين بقى الله يسهل لي طب ما خلاص كده يا جماعه يبقى انت يبقى ده مدخل للدعاره مدخل للدعاره ما انت بتقول في رئيسه في راقصه بتنزل وعايزه تسلك نفسها يعني ايوه يا باشا انا مش كلهم يعني سيادتك برضه يعني بس هي دي المجتمع بتاعنا يا زوائل لما انت عندك برضه التلفزيون يعني ايه المجتمع بتاعنا؟ التلفزيون ماله؟ يعني عندك مشهد انت عندك مشاهد في التلفزيون يعني معلش سخريه برضه عن الافراح الشعبيه اللي احنا بنشوفها احنا في بلد ارياف انت فاهمنا يا زوائل؟ يعني في حاجات ياما بتحصل مش هقول لك في تجاوزات ياما بالظبط الافراح كان زمان يا محمد طيب ليه كل ما تزيد الاباحيه ينجح الفرح ليه أو, او 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 تنجح الحفله اللي انت عاملها الجمعيه ما هو سيادتك يا باشا يعني مش يعني ما مثلا ما ايه بيبقى مثلا 10 اصقاع على المسرح اهو دي بتتفرج هنا شويه ودي بتتفرج هنا شويه ودي بتتفرج هنا شويه دي شربت سيجارتين بقى مزاجه حلو وخلاص عاوز يطلع يرقص مع الرقاصه دي ملهاش رقاصه مثلا مش هي يمكن ليك عنده 200 هيحط لك 300 ويروح. اما ال 200 ممكن يتحط 1200 تتخيل دي؟ لا بتقول ايه يا عم حماده انا مش سامعك كويس. يعني ال 200 يعني مثلا سالت يعني مثلا واحد 200 جنيه نقطه. ممكن يجي يتحط مع رقاصه يحط لهم 1200 جنيه نقطه. يحط لك 1200 ازاي؟ يعني هو شرب سيجاره يا باشا وطلع فوق على المطرح ينقط يعني نقط يسخن يعني يا باشا سطل يعني يسخن يسخن يا جماعه سطل فدفع 1200 بدل 200 يعني انا يعني انا عايز يعني ده معنى كده انك بتكسب انت بتدفع كام بتعمل الليله دي بكام مثلا الجمعيه دي بكام يا الجمعيه دي يعني ممكن يبقى لك ارضيه مثلا 100000 جنيه تلمهم 30000 ممكن يبقى لك 100000 100000 فكل ما الناس تطلع انت شايف كل ما يعمل دماغ يعني يشرب حشيش ويطلع يا جماعه لو سمحت عشان انا مش سامع كل ما يطلع ينقط اكتر بتجيب فلوس انت يعني بتجيب فلوس اكتر للدفتر وعشان ينقط اكتر بتجيب بتخلي الـ 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 الست طبعا الرقاصه تقول كلام سوقي لا اباحي هي دي بقى مسؤولية تستويش المسرح النبطشي اللي على المسرح فوق دي مسؤولية النبطشي مش مسؤولية النبطشي مسؤولية النبطشي اللي فوق النبطشي لسه ما في نبطشي هينضم لينا بعد شوية ولا ماشي ما هو دي المسؤولية النبطشي تلم الفلوس بتديها له انت اللي بتلم الفلوس لا انا نبطشي اللي هو اداره مسرحيه مثلا انا بشتغل عادي لكن في واحد بيكون مخصص للم الفلوس في الجمعيات بيبقى لها في الجمعيات بيكون لها مسرحيه ثانيه اللي هو واقف بقى يلم يعني فلوس يعني انت المساله بيزنس بقى يا فلوس يا عم حماده يعني تجاره يعني
يعني انت كل ما الناس تنقط اكتر ممكن تجيب اضعاف اضعاف فلوسك يعني. وكل ما المعازيم يعملوا دماغ ويطلع ينقط ممكن يعني ممكن ينقط بخمس تلاف وثلاث تلاف. طب انتوا بتجيبوا بتجيب بقى الراقصات منين؟ بتعمل ده ازاي؟ عارف انا بقالي خمس سنين طالع من المشوار ده الجمعيات ده. انا واحد عن نفسي دينت في 2 مليون جنيه من سبب القصه دي. كسبان 2 مليون؟ خسران 2 مليون جنيه في القصه دي. خسران ليه؟ انت لسه بتقول الناس كل ما تعمل دماغ ويطلع ينقط ممكن بصمت الحشيش مضروب اكيد. خسران ليه بقى؟ لا انا عايز اطلع الزعالي بيقول لك صنف العيش مضروب اساسا. انت خسران ازاي؟ خسران ازاي يا عم حماده؟ بس اصل انا عايز اشوف يا جماعه اللي انا بس ازاي بتخسر؟ المصاريف بتبقى كتير يا باشا، واللي ليه 200 عاوز يروح له 400 تمام؟ واللي ليه 1000 عاوز يروح له 2000 تمام؟ وبتصرف جنبهم 1000، يعني انت بتحط 200 جنيه في الدفتر نقطه وبتصرف جنبه 1000. وبتصرف جنبه قال بتحيي فلان وبتحيي علان وبتحيي الجلع الهرم الرابع وبتحيي ايه اللي بتصرفه؟ ايه اللي بتصرفه؟ ايه الانفاق هنا؟ على المسرح فوق للنبطش اللي بيقف فوق على المسرح، اللي هي ثمن الراقصات والحاجات دي يعني. ثمن الراقصات هو اللي بيدفعها صاحب الزبون اللي جايب العزومه، اللي عامل الجمعيه هو اللي بيدفع. دي جايب 1000 جنيه، في رئيسه تاخد 1000 جنيه وفي رئيسه تاخد 500 جنيه. على فكره ده ضحيه فعلا، ضحيه الموضوع ده فعلا، راجل تاجر قد الدنيا. بس هي المشكله بقى ضحيه ساعتك. ايه ده؟ هو اللي بيعمل الحكايه. لا ما هو خسر، ده خسر 2 مليون فعلا. ده لا لا ما هو سعادتك، ما هو انت اذا كان هو خسر نفسه لا ما هو بينقط ب 200، هو مطالب ان هو يرد 400 وغير 400 بقى. لا يرده ازاي؟ مش فاهم. يرد بقى، ما انت حضرتك انت عزمتني النهارده. عزمتني النهارده، جيت حطيت في الدفتر 200 جنيه وطلعت على الليله بقى بالليل، خلاص دماغي اتسطرت، اتبسطت، اقوم اللي في جيبي كله رشوا على المسرح. هو مطالب منه بقى ان انا يرد نفس الكلام ده تاني. ما انت حضرتك هتعزمني تاني، انا عزمتك انت هتعزمني، انت انا حطيت 200 هتحط انت 400. طب ما هو النقود ده غير الليله كلها بقى، النقود الكتير ده بيرجع له بيجي له بيرجع له، بس الفلوس كلها بتطير بقى. ما هو بيرجع تاني، ما هو لم مثلا نقطه مثلا 100000 جنيه، 100000 جنيه تاني اسبوع على طول مطالب منه، اللي نقطه ب 500 يرد 1000، اللي نقطه ب 1000 يرد 2000 وهكذا. بس التاجر بقى اللي بياخد 100 مثلا يعملهم مشروع بسرعه ما بيلحقش، فمشروع خسران. غير الليله نفسها بقى ما التكاليف الليله كلها عليه، فبيبقى كده خسر كمشروع خسران. بس هي خلاص هي في دماغ الناس كده. طيب يا عم حماده، ما بتقولش في النهايه انا يعني سواء بقى بتكسب بتخسر، انك بتعمل اللي انا شايفه ده اباحيه ومخدرات مع كلام ما ينفعش، يعني كلام منتهى الإباحية والسوقية وإسقاطات جنسية واضحة، بالإضافة للخلاعة في الملابس يعني راقصات بالمايوهات يعني. هل ده يمكن أن يكون مجال لمكسب؟ تكلمنا عن 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 شغل يعني، ده شغل؟ لا دي مش شغل يا باشا، ده إباحة، دي سلوكية. دي إيه؟ دي سلوكية فحشاء مالناش دعوة بيها إحنا. أنا كصاحب حكومة، أنا كصاحب مثلا فرح، جبت مثلا 4 رقصات، انا مش هقول لها البس ايه او لا ايه، ماليش فيه. انا ماليش فيه، انا عن نفسي انا ماليش فيه. ماليش فيه، ماليش فيه. هو النبطشي يعني. النبطشي هو اللي ماسك الليله يا اسواق، النبطشي اللي على المسرح هو اللي ماسك الليله. ايوه، ما انت جزء من ما انت ما مش ما, ما انت عامل جمعيه، ما هو انت جزء من المهزله دي يا عم حماد، ده انت الاساس فيها يعني. انا بلم فلوس، انا بلم جمعيه، بلم فلوس هاني، انا بلم فلوس اسواق. ما انت وانا ما انت عارف المهزله عامله ازاي يا باشا. ما هو دي التقاليد بتاعتنا الشعبيه في الارياف، الافراح بتاعتنا الشعبيه في الارياف. احنا مش بنخترع حاجه كده اسواق يعني.
يا عم حمادة انتوا كده يا جماعة بتتاجروا في لحم النساء وفي المخدرات. انت بتعمل اجواء, بتعمل اجواء وبتعمل ساحة لارتكاب كل انواع الانحرافات. يعني سيادتك انا تاجر فاكهة في الحمود, تمام؟ انا تاجر فاكهة, انا مش بائع اطفال. ما كنت خليك في الفاكهة, الفاكهة حلال يعني. انا في الفاكهة شوية, انا في الفاكهة هي دي شغلتي الاساسية. ده انت بتقول لي اذا 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 المعزوم انا فطرت فيها. انت لسه بتقول لي اذا المعزوم عمل دماغ وطلع نقط اكتر, يعني انت عارف انه المعزوم كل ما يشرب مخدرات ويعمل دماغ هيطلع ينقط فلوس اكتر, وكل ما الراقصة بقت اباحية وملابسها مبتذلة وكلماتها سوقية هتشجعه انه يطلع ينقط اكتر والليلة تسمع. ايه الفلوس اللي على الميت عمل مشبوه بالشكل ده؟ مش شرط يا باشا ان هي تبقى لابسه قلع عشان ينقط اكتر, مش شرط يا باشا. هو مزاجه حلو عاوز يرقص معاها. امال هيطلع يعني, هي طالعه تغني الاطلال يا عم حماده. هي طالعه ترقص معاها مثلا على المسرح. هي بتغني لناس مساطيل في الافراح في الفرح, ماشي؟ طيب تمام يا كبير. مساطيل انتوا يعني انت هم يعني ان في حشيش ومخدرات وكلام سوقي واباحي وكل ده سايبينه يا جماعه يعني, وانت بتسميه تجاره؟ مش تجاره يا باشا, انا ما سميتش تجاره والله. اسواق ما انت بتقول انا خسران 2 مليون, ده انت خسرت نفسك يا عم حماده يعني. ما انا خسرت 2 مليون جنيه اسواق عشان العمل اللي احنا فيه الوقت اللي انت بتناقشه في الموضوع, انت بتناقشه الوقت. ارجع للفاكهه يا عم حماده. انا بقالي 5 سنين يا زويل طالع من القصه دي.